بعد تعاظم التطور بالاهتمام بالمسنين منذ عام 78 بدءا بمقررات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة القاضية بتنظيم الجمعية العالمية للشيخوخة مرورا بخطة عمل فيينا، لم يحز المسنون على العناية اللازمة من المجتمع والإعلام اللذين يستخفان بوضعهم بشكل جذري، لكنهم كرموا رمزيا بيوم عالمي خاص بهم. عيد الجد والجدة سنة 1999 كان أول مرة بتعلن الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين، فأكيد عم بيحتفل فيه على نطاق يمكن ضيق. هلا قلنا 3 سنين عم نحتفل فيه بقصر المؤتمرات بدبي، يعني بيكون عندنا حوالي 900 شخص بين 25 و30 جمعية ومؤسسة بتهتم بكبار السن ومراكز شؤون اجتماعية بتهتم بكبار السن. بالنسبة لليوم المسن العالمي هو يوم ثابت، هو أول تشرين الأول، وهذا يوم عالمي، يوم عالمي أعلنته الأمم المتحدة تتركز على موضوع الشيخوخة وتعطيها اهتمام الكافي والوافي. في عنا يوم المسن العربي بعتقد بدي بيوقع ب8 تشرين الأول. وعلى الرغم من الجهد المبذول فإن حقوق المسنين أبسطها مهدور في لبنان. 52% من كبار السن اللي هن عمرهم فوق 65 سنة ما عندهم أي تغطية صحية، يعني الضمان بس يصيروا على التقاعد بسن 65 بيوقف الضمان الاجتماعي تبعوله، واكيد شركات الضمان الخاصه التامين الخاصه ما بعود كمان تغطي فوق ال 65 الا بمبالغ فايقه، فاغلب الناس اللي فوق ال 65 سنه ما بيستفيدوا من الضمان. يعني اللي بيستفيد من الضمان عاده بيكون يا انه ابنه عم بيشتغل هو ضامنه، بس هو اذا كان مضمون وصار بالتقاعد ما بعود في حتى يضمن حاله خلص، فاغلبهم بهالحالات بتوجهوا لوزارة الصحة إذا عندهم طبابة أو استشفاء، خصوصا الاستشفاء فبيكون على حساب وزارة الصحة اللي بتغطي 85% من النفقات و15% بيتحملها المريض. بمجلس النواب ديجا عملوا قانون لحماية الشيخوخة، عملوا ضمان الشيخوخة، وقف تعسر لأنه كان المدخول يلي عم يجني الضمان الصحي الاجتماعي من هالموضوع أقل بكتير من الخدمات اللي عم بيعطيها. وترعى المسنين في لبنان مؤسسات لا يخضع انتشارها لسياسة صحية اجتماعية، فيتركز وجودها في محافظتي بيروت وجبل لبنان. هو الخدمة للمسن في لها نوعين من الخدمة، نوع اللي هي الخدمة للأشخاص مقيمين، يعني هن مقيمين بدور رعاية، يعني هونيك إقامتهم الدائمة إذا بدي، وعندك الأشخاص اللي قاعدين ببيوتهم في جمعيات ومؤسسات ومراكز بتقدم لهم خدمة. في خدمة صحية، في خدمة طبية، في خدمة فندقية غذائية، في أكيد نشاطات ترفيهية، نشاطات فكرية، نشاطات توعية، نشاطات بتصير بهالمراكز كلها، إن كان الخدمات المقيمة أو بالمراكز اللي هي خدمات نهارية. بتصير كتير قليل المراكز اللي عندهم خدمة تخصصية متكاملة للمسن. غائبة التشريعات والقوانين التي يمكن أن توفر للمسنين الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل عدم إنجاز قانون ضمان الشيخوخة وقانون الحماية الاجتماعية التي تعطي حقوقا ومكتسبات للمسن الذي يحتاج إلى المناخ الملائم كي يحتفظ بدور مشارك في الحياة.